في الخطبة الثانية والأربعين من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة، يعني الشيء الذي يحمي به الإنسان نفسه كالدرع، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله. قد يرى الحول القلب، يعني أصحاب البصيرة، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. هنا أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث في البداية أن الصدق والوفاء كالتوأم. لماذا؟ باعتبار أن الوفاء هو فرع الصدق، هو نوع من أنواع الصدق، لأن الوفاء هو كونك قد صدقت عندما أعطيت العقد والعهد، فعندما تفي بهذا العهد والعقد فأنت صادق. نعم، الصدق قد يكون بالفعل وقد يكون بالكلام، ولكن الوفاء هو وفاء فعلي بالفعل، وبالتالي هو نوع من أنواع الصدق. ثم يقول سلام الله عليه: ولا أعلم جنة أوقى منه، شيء يتدرع ويحمي به الإنسان نفسه أكثر وقاية من الوفاء. وقاية من ماذا؟ قد يكون من عذاب الله في الدنيا والآخرة، قد يكون من المفاسد الاجتماعية، لأن الغدر إذا كان هو عنوان العلاقات وعنوان العهود بين الناس في المجتمع، فلن يكون المجتمع مطمئناً بل سيكون مضطرباً. ومن هنا إذا أراد الإنسان أن يكون في مجتمع آمن عليه بالوفاء، وبالتالي يكون أوقى منه في العلاقات الاجتماعية، وأيضاً في العلاقات الفردية على المستوى الشخصي، لأن الإنسان الوفي بعهده إنسان مشكور في المجتمع، ممدوح محبوب، على خلاف الإنسان الغادر. وما يغدر من علم كيف المرجع، يعني الذي يعلم ما هو الحال عليه في يوم القيامة، لن يغدر في الدنيا. لماذا؟ لأن في النصوص عندنا بأن الغادر أو إن الغدر يسلب الإيمان، وبالتالي كيف سيواجه الإنسان ربه وقد سلب الإيمان منه. ثم دعا عليهم الإمام سلام الله عليه على الذين يغدرون وقال: قبل ذلك قال: ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً، يعني انقلبت الأمور، باعتبار أن أصبحنا في زمان أن الناس يعتبرون بأن هذا الإنسان الغادر إنسان ذكي فطن، عنده كياسة وشاطر ويعرف كيف يتعامل مع الأمور، ونسبهم أهل الجهل فيه، الذين تخلوا عن قيم الإسلام وعن القيم الإنسانية، فالقيم الإنسانية تدعو إلى الوفاء وإلى الصدق، تخلوا عن الأثنين ثم اعتبروا برجوعهم إلى الوضع الجاهلي، اعتبروا بأن هذا حسن حيلة. ما لهم، يدعو عليهم الإمام، ما لهم قاتلهم الله. نعم، يقسم الإمام الناس إلى صنفين، وكل واحد ومختار. القسم الأول الحول القلب، يعني الذين يقلبون الأمور ويدرسون الأمور ويتمعنون في تحول الأمور وتغيرها، وبالتالي يصلون إلى دراسة لما هو صحيح وما هو خطأ، فيأتون بهذا الصحيح ويتركون الخطأ. هؤلاء أصحاب البصيرة وأصحاب العقل والتفكير، هؤلاء ستكون الفرصة أمامهم من خلال خبرتهم،
ستكون الفرصة أمامهم مفتوحة لكي يغدروا باعتبار أن هذا من حسن الحيلة، ويلبسوه لباس الشرعية ويلبسوه لباس القانون وكذا، ولكنهم خوفا من الله وبغضا لما هو على خلاف إنسانيتهم وفطريتهم وفطرتهم عفوا، تجدهم يتركون ويدعون هذا الأمر. والصنف الآخر من الناس هم أولئك الذين لا يتورعون عن فعل شيء من أجل أن ينالوا لذة من ملذات الدنيا التي لن تدوم طويلا. ابن أبي الحديد عندما يصل إلى هذا المقطع يعلق تعليقا رائعا يقول: وهذه كانت سجيته عليه السلام، يعني سجية علي عليه السلام وشيمته. ملك أهل الشام الماء عليه في معركة صفين، استطاع أهل الشام في البداية أن يسيطروا على النهر. ملك أهل الشام الماء عليه والشريعة بصفين، وأرادوا قتله وقتل أهل العراق عطشا، فضاربهم على الشريعة حتى ملكها عليهم وطردهم منها، فقال له أهل العراق: اقتلهم بسيف العطش، بسيوف العطش، وامنعهم الماء، وخذهم قبضا بالأيدي، سيأتون إليك يتوسلون لقطرة ماء وبالتالي يستسلمون، فليكن تكن هذه حيلتنا. فقال عليه السلام: إن في حد السيف لغنى عن ذلك، وإني لا أستحل منعهم الماء. فأفرج لهم عن الماء فوردوه، ثم قاسمهم الشريعة شطرين بينهم وبينه. نعم، ليس هذا بغريب على ربيب مدرسة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. النبي الذي كان يتحرج من أن ينزل حكم الإعدام والقتل بابن أبي سلول رأس المنافقين، الذي كان يسحب ثلث جيش النبي في أحرج الساعات في مواجهة المشركين في معركة أحد، في معركة الخندق، ولكن النبي كان يخاف أن يقال عنه أنه يغدر بأصحابه بعد أن استحكمت الأمور له، وتركه إلى أن لقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي مدرسة رسول الله، وهذه هي مدرسة علي عليه السلام، وهذه هي مدرسة القرآن، وهذه هي مدرسة الإنسانية. فمن أحب أن يكون مع رسول الله ومع علي ومع القرآن وأن يكون إنسانا فليختر مدرسة الصدق والوفاء، ومن أحب أن يكون مع أعدائهم ومع أعداء الإنسانية فليكن في مدرسة الغدر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.